ما تخلفوش ما تخلفوش لما بتعرفوش تعبروا عن مشاعركم، هتطلعوا اطفال قاسيين جافين قلبهم جامد. ما تخلفوش لما بتعرفوش تحضنوا او شايفين ان حضن الاب لبنته عيب او حرام او حاجه تكسف، لانها هتفضل تدور على الحضن ده بره. ما تخلفوش لو شايفين ان ولادكم هيبقوا ملك ليكم وامتداد ليكم ومشاريع لحياتكم، انتوا كده بتدفنوهم بالحياة. ما تخلفوش لما بتعرفوش تتحكموا في اعصابكم وانفعالاتكم وردود افعالكم. خلوا نفوس اولادكم هشة ضعيفة قبل الكسر في اي لحظة. ما تخلفوش لمجرد رغبتكم الانانية ان يبقى عندكم ولاد زي بقية الناس، ولما ييجوا نبقى نشوف هنعمل معاهم ايه. ما تخلفوش وانتوا مليانين كلاكيع وعقد نفسية بدون حل وعلاج، ان ولادكم اللي هيدفعوا تمنها من عمرهم وحياتهم. ما تخلفوش لو ما بتقبلوش بالضعف وبتسامحوا على الخطأ. ما تخلفوش لو لسانكم طويل وإيدكم طويلة وعقلكم صغير. ما تخلفوش وتوصلوا اللي خلفتوهم ان وجودهم مرفوض. واهم من كل دول، ما تخلفوش وتدفعوا لكم تمن اختياراتكم في حياة زوجية فاشلة وتقولوا عشان خاطر العيال. حبوا نفسكم وبعدين خلفوا، حبوا بعض وبعدين خلفوا، حبوا الحياة وبعدين خلفوا. كده يكون انتهى الفيديو. ما تنسوش في نهاية الفيديو صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويا رب يكون علمي ينتفع به. تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، وشكرا.